الطرح اللي قدمه سي جلال سي عبد الباقي تشكيله هجوميه بالاساس او المنافس خلينا نقدمه تشكيله هجوميه او جلال غير الفكره ان شاء الله ربي يقدر كان الخير ان شاء الله ليه ربي يقدر الخير هو ما يقدر كان الخير ربي سبحانه متفائل ولا انت خايف برشا مباراه ناميبيا نغزل عينيك راه في الخوف اي خايف منها بكل صراحه خايف منها وان شاء الله ربي يسلكها لنا على خير إذا كان سلكناها إن شاء الله بإذن الله تعطينا دفع إيجابي جدا إن شاء الله ربنا معنا سي با فاسيل مش باش نكونوا راهو في تاريخ مفتوح ولا